الان مع هاد العريسات تبارك الله عليهم، خمسة ديال العريسات وهنات، الله يجعل كل شيء مبارك مسعود والله يكمل بخير، ونحن فرحانين بهذا العمل الخيري تبارك الله. نطلبوا لهم ان شاء الله مسيرة الزواج ان شاء الله موفقة ان شاء الله. انا جد سعيد الحضور ديالي والمشاركة ديالي في هذا العمل الخيري اللي نظمته جمعية الأفق، وحنا كفنانة ديما راه الإشارة بحال هاد الأعمال هادي، وكنتمنى ليهم المزيد من العطاء إن شاء الله بحال هاد الجمعيات هادو اللي كينظموا هاد الأعمال الخيرية. يشرفني ويسعدني أنني اليوم مشاركة في هذا العرس الخيري المغربي الإنساني. كنشكر الجمعية ديال الأفق للتنمية والاجتماعية، كنشكر على هذه المبادرة اللي صراحة كتفرح، وكنتمنى يكثروا بزاف الجمعيات اللي كيقوموا بهذا العمل الإنساني في مدينة سلا، لأنه فعلا هذه المبادرات كتحسسنا بأن كل شخص هنايا، كل شخص جمعوي هو كيدير يد في يد، يده في يد الأخ ديالو سلاوي، وكيعاونوا كيساعدوا باش مسخ الله. والحمد لله اليوم كيف ما كنشوفوا هو العرس ما شاء الله كلشي فرحانين، الناس كلهم اللي حاضرين فرحانين، حنا كفنانين جايين كنشاركوا هذا العرسان بهذه الفرحه اللي الله يكمل عليهم بالخير ان شاء الله. تنجيو نفرحو كاملين، تنجيو نفرحو هاد الناس هاد اليتامى هادو، تنجيو نفرحوهم. حنا راه الإشارة تنجيو حنا وحنا فرحانين، حنا فرحانين باش نفرحو هاد الناس هادو. الله يجعل كل شيء مبارك ومسعود، الله يكمل عليهم بخير، ونتمنى الله سبحانه وتعالى يجمع بيناتهم في الخير. ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.